مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. وإدراك كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل والشهيد ماري جرجس بفرنسا على قائمة المعالم السياحية الفرنسية. نبدأ جولتنا اليوم من فرنسا، حيث أعلنت البلدية الفرنسية قرار إدراك كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس بحي فيل جويف بالعاصمة الفرنسية باريس على قائمة المعالم السياحية الفرنسية، لتتحول الكنيسة بذلك إلى إرثا حضاريا وتاريخيا بالدولة الفرنسية. هذا وقد أقامت الكنيسة احتفالية كبيرة بمناسبة هذا القرار، شارك فيها عدد كبير من كبار رجال الدولة الفرنسية بالإضافة إلى آباء وكهنة وشعب الكنيسة القبطية بفرنسا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. فرحة عارمة سادت وسط أداء كهنة وشعب الكنيسة القبطية بفرنسا فور إعلان البلدية الفرنسية قرار إدراج كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس بحي فيل جويف بالعاصمة الفرنسية باريس على قائمة المعالم السياحية الفرنسية. طبعا احنا سعداء جدا بالاختيار ده، لان علاقتنا مع الميري اللي هو المحافظة يعني علاقة كويسة، وهم دايما بيشهدوا بوجود الكنيسة واثرها في الحي والاهتمام بالاخرين واستقبال الكل، فهم اتصلوا بينا واختاروا الكنيسة تبقى مكان للزيارة في اليوم ده، فاحنا سعداء جدا وفخورين ان دايما الاباط والكنيسة القبطية مشرفة في المهجر ونور وبركة في كل مكان يعني. بمناسبة هذا القرار نظمت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس بفيل جويف احتفالية كبرى يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري. شارك فيها العديد من رموز الدولة الفرنسية والشخصيات العامة بالإضافة لعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي. احنا لينا طبعا واجب كبير في المدينة اللي احنا عايشين فيها، ان احنا نحاول نعرف الفرنسيين بالمصريين وبان احنا مصريين وبان بلدنا عريقة وحضارتنا كبيرة وبان الكنيسة بتاعتنا كنيسة ليها اثار كتيرة، واحنا اهتمينا بالكلام ده في الفن المعماري بتاعنا، وخلينا الكنيسة بتاعتنا كنيسة جميلة فنيا ومعماريا من الخارج. ويمكن سيادتك ملاحظ النهاردة ان ناس كتيرة بتتفرج على الكنيسة وهي منبهرة، لان ده طبعا واجب كبير بالنسبة لنا ان احنا نقدم صورة مصر في احسن صورة في مدينة فيل جويف اللي احنا عايشين فيها. شهد الاحتفال تنوع في الفقرات ما بين عروض الالحان الكنسية القبطية الارثوذكسية وترانيم، بالاضافة لعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ تلك الكنيسة التي تعد من أقدم الكنائس الأرثوذكسية بباريس، والتي نراها اليوم بتصميمها القبطي الأصيل وجهة للسياحة الدينية بفرنسا.